انه لا طلعت انا العجوزه من التصابيات. وين؟ مرة عمرها 50 غير رجال 50 سنة دخل هذا شو بشوف؟ أول شيء أنا ما صار عندي 50 وبعدين لا شفت هذا الحديث، هذا الحديث اللي بيحكوه الكل مش مزبوط، مرة عمرها 50 عجوز ومتصابي وأنت لا، استحي على شايدتك أي شيء، ولا شعرة بيضة ولا شعرة بيضة، شعرات ضاطي مش بيضة. هلا طلعوا مش جوزي عطيني دبدبه حبيبي. بدك تعترفي شغله انه انت ما الك بالطبخ، يعني انا بطبخ احسن. بتعرف انه انا شلته من امي لا تعمل كني قاعد عم باكل هيدا لانه حسيت امي بقده. بتعرف انك بلا اخلاق، جيبي كلينك فرت الدمع من عين جيبي. بتعرف جوني عن جد مش عم بمزح، بتعرف انك بلا اخلاق. ليش يا خيي؟ لانه هيك شلته من امي لا تعمل. وعم بيصير لك شعر بتشدي فيها رح يفقع الصحن هيدا، بقول لك مش جوسي مقرقحتيهم، بلاقي تشوي فيهم تنتزع الهد ويصبح يسحب شو اسمه نار هيدا دخان. هيك تكسرت الوجبه، عجوز تكسرت وجبتهم. انا بحب والله ما عم حطيت لهم دبس الرمان والله العظيم. دبس الرمان والله العظيم حطيت لهم دبس الرمان. ليك يا شو دبس الرمان شو بيصيروا رخص على دبس الرمان؟ شو قص دبس الرمان بجوسي؟ نعمه انك ما بتطبخ منيح والله العظيم، مش هيك بدل جسمي سيمباتيك، لو بتطبخ منيح كنت صرت قد الدلفين. عمل لك كسروا اسنانه، شو بتعمل لك هون؟ كسروا اسنانه. طيب ليكي ليكي حاسس حالي عم باكل دوليب كاوتشوك؟ هيدا شو هيدا؟ هلا فاتن معدة كيف تفرزن؟ شو بتعمل يا زلمة؟ أول شغلة ما فيك تحطيهم على نار واطية وتنطريهم تيستووا، لأنه بصير ينشف الجوز تبعه، بدها تكون أول شيء مثلية حامية، بس حطيهم فيهم. دعيون هيك دعيون هيك. نعم أنا حطيتهم على نار هيك. إيه وعمهل وعند أهله وعمهله. نعم زلمة حتى ما يجيبوني الفرن. كسروا دراس نافذة الفرن، مش الحال. ما بدك هون؟ لا اوعى تدقي فيه، انا بكرهم فيه اكيد ما بدهن.